السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الأخيرة لهذا اليوم من قناة السعودية. أبدأها بعناوينها: الهيئة السعودية للملكية الفكرية تحدد ضوابط تسجيل اسم مكة المكرمة والمدينة المنورة والحرمين كعلامة تجارية. المملكة تستضيف النسخة الأولى من دورة الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية. الرياض تحتضن السوبر الإفريقي بين فريقي الأهلي والزمالك في سبتمبر المقبل. حياكم الله. أعلنت وزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد بالتعاون مع منصة أبلينك إطلاق تحدي عالمي حول التقاط واستخدام الكربون والبحث عن حلول مبتكرة لتسريع وتيرة الاقتصاد الدائري للكربون، ويهدف التحدي إلى تشجيع الشركات الناشئة على تقديم حلول متميزة تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية. وأكد وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز بهذه المناسبة أن قضية تغير المناخ والاستدامة قضية عالمية لا يمكن التعامل معها في نطاقات إقليمية، مؤكدا أن المملكة تسعى إلى تعزيز جهودها الرامية إلى تحقيق هدفها الطموح المتمثل في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول 2060 للميلاد. هذا وأكد مشرف العلاقات الخارجية في وزارة الاقتصاد والتخطيط هتان بن سمان أن المملكة ملتزمة بشراكاتها مع الدول النامية من خلال دعمها الإنمائي والإنساني، وذلك على هامش فعاليات المنتدى السياسي الرفيع المستوى في نيويورك. إننا ملتزمون بشراكاتنا مع هذه الدول، ويتجلى ذلك في الدعم الإنمائي والإنساني المستمر والمقدم بشكل مباشر من خلال الصندوق السعودي للتنمية ومركز الملك سلمان للمساعدات الإنسانية والإغاثة. كما شهدت القمة السعودية الأفريقية التي عقدت في نوفمبر الماضي تعهدا بمبلغ 45 مليار دولار أمريكي لمشاريع إنمائية وإنسانية في جميع أنحاء أفريقيا، وسيتم استثمار 25 مليار دولار أمريكي من قبل المملكة في أفريقيا بحلول نهاية العقد الحالي، وستطلق مبادرة خادم الحرمين الشريفين للتنمية برامج بقيمة تزيد عن مليار دولار أمريكي في الدول الأفريقية على مدى العشر السنوات القادمة. نشرت صحيفة أم القرى قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية بتحديد ضوابط تسجيل اسم مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو الحرمين الشريفين في المملكة كعلامة تجارية، حيث يخضع طلب تسجيل العلامة التجارية المتضمنة اسم مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو الحرمين الشريفين أو ما شابههما سواء باللغة العربية أو أي لغة أخرى لضوابط، منها أن تكون العلامة التجارية مرتبطة بمشروع عقاري أو خدمي كبير ونوعي ومميز. كما يجب أن يلتزم مالك العلامة التجارية المسجلة عند استعمالها بعدم الإضرار أو التشويه بصورة أو سمعة المنطقة الجغرافية المستخدم اسمها في العلامة التجارية. حصلت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا على اعتماد من منظمة الأيزو كأول جهة عالمية، وأكدت سدايا نجاح مساعيها الحثيثة في نيل الاعتماد في جوانب عدة تتعلق بأنظمة الذكاء الاصطناعي من خلال التخطيط وإدارة الموارد وحوكمة العمليات وإدارة المخاطر والفرص وتحليل التأثيرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحقيق التوازن بين الابتكار والحوكمة والتكامل مع التشريعات المتعلقة بإدارة البيانات وتقنية المعلومات والتقييم والتحسين المستمر لأنظمتها. ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة في الرياض 109 من الإبل المجهولة، وأزالت 14 حظيرة غير نظامية تستخدم في عمليات إنتاج الحليب وتربية الإبل،
بالإضافة إلى مصادرة كميات كبيرة من الحليب المعروضة للبيع في الأسواق والطرقات من قبل بائعين غير نظاميين. جاء ذلك خلال الجولات الميدانية التفتيشية للوزارة بالتعاون مع عدة جهات ذات علاقة. ضخت الهيئة العامة للترفيه أكبر دفعة من الخريجين ضمن مبادرة صناع السعادة في نسختها الثانية. تفاصيل أوسع في هذا التقرير. ضمن دورها في تطوير رأس المال البشري لقطاع الترفيه بالتعاون مع أبرز الجامعات والشركات العالمية، الهيئة العامة للترفيه تخرج أكبر دفعة من برامج مبادرة صناع السعادة، 360 طالبا وطالبة بقطاع الترفيه في المملكة، مسلحين بالعديد من الدورات التدريبية والتطبيقات النظرية والتجارب العلمية التي أهلتهم لسوق العمل والمساهمة الفعالة في صناعة الترفيه تحقيقا لمستهدفات الرؤية. ولتعزيز صناعة القطاع في عام 2021 أطلقت هيئة الترفيه مبادرة صناع السعادة المتخصصة في تأهيل وتدريب وتطوير الكوادر البشرية في القطاع الذي يعد أحد أهم القطاعات في المملكة وحدتها، لدعم أكثر من 100,000 شاب وشابة. الاستثمار في القدرات الشبابية كما أكد المختصون يحقق المصلحة الأعلى للوطن ويرفد جهود التنمية بالخبرات والتخصصات، بما ينعكس على نقل المعرفة والخبرة للأجيال الحالية والمستقبلية. أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية عن استضافة المملكة للنسخة الأولى لدورة الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية، وذلك امتدادا لسلسلة البطولات العالمية المتنوعة التي نجحت المملكة في استضافتها في الآونة الأخيرة. وتتميز الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية بجمعها لأفضل اللاعبين حول العالم لتمثيل منتخباتهم الوطنية في مزيج فريد بين قيم الألعاب الأولمبية العريقة والشعبية الكبيرة التي تتمتع بها الرياضات الإلكترونية حول العالم. هذا وأكد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة أن استضافة المملكة لدورة الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية تعكس دعم القيادة والاهتمام الكبير من سمو ولي العهد، وأعرب عبر حسابه على منصة إكس عن سعادته بكتابة صفحة جديدة في تاريخ الرياضات الأولمبية بالشراكة مع اللجنة الأولمبية الدولية. وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم والهيئة السعودية للسياحة ممثلة بروح السعودية اتفاقية تصبح بموجبها الهوية الرسمية للسياحة السعودية شريك الاستضافة لبطولة كأس السوبر السعودية 2024-2025 التي ستنظم في أبها خلال الفترة من 13 إلى 17 من أغسطس المقبل بمشاركة 4 أندية. وتأتي رعاية الاستضافة في مدينة أبها بالتزامن مع موسم صيف عسير 2024 الذي شهد إطلاق الهوية السياحية للمنطقة عسير تهول، حيث تنظم البطولة بمشاركة أندية الهلال والنصر والأهلي والتعاون. أعلن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ عن اتفاقية مع رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة الرياضة تحتضن السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك سبتمبر المقبل. بل الرياض تحتضن السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك سبتمبر المقبل، وتأتي استضافة نهائي كأس السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك في موسم الرياض المقبل، وستقام المباراة كجزء من فعاليات موسم الرياض 2024 يوم 27 من سبتمبر المقبل، وسيعلن الاتحاد الإفريقي عن مكان المباراة وموعد انطلاقها في الوقت المناسب. مشاريع نوعية إغاثية وإنسانية في مختلف المجالات تمولها المملكة في اليمن تستهدف شرائح مختلفة وتهدف إلى دعم الشعب اليمني وتنمية اليمن.
تستمر مشاريع المملكة الإغاثية والإنسانية في اليمن، حيث شهد مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن اختتام المشروع الطبي التطوعي السعودي لجراحة العظام واستبدال المفاصل للمرضى بمشاركة 13 طبيبا ذو كفاءة عالية من مختلف التخصصات الطبية. المشروع استهدف علاج العظام وإجراء عمليات جراحية متخصصة وتغيير مفاصل العظام وتنفيذ 6 دورات تدريبية في عدد من التخصصات الطبية. بعون الله وتوفيق خلال الساعات القادمة ينتهي فريق الجراحين السعودي من تركيب المفصل رقم 29 بالإضافة إلى معاينة 64 حالة في العيادات وتقديم 6 محاضرات ورش عمل لتنمية الكوادر المحلية في مستشفى الأمير محمد بن سلمان، وذلك ضمن الحملة التطوعية لجراحة العظام واستبدال المفاصل بعدن. وإلى مشروع إنساني آخر من مشاريع المملكة، ومن أجل توفير فرص عمل للأيتام سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 100 مشروع مدير للدخل للأسر المعيلة للأيتام بمحافظتي عدن والأحجة ضمن المرحلة الثانية من مشروع كفالة الأيتام والتمكين الاقتصادي، بتمويل كريم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. المشروع ينفذ في 8 محافظات يمنية، وهي محافظة عدن ولحج ومحافظة تعز والحديدة ومأرب والجوف، وكذلك محافظة المهرة وحضرموت. المشروع يسهم في خلق فرص عمل مستدامة للأسر التي فقدت معيلها وتحويلها إلى أسر منتجة، بجانب تدريب وتمكين 440 فردا من الأسر لتطوير قدراتها حول مشاريع سبل العيش وتزويدها بمشاريع صغيرة مدرة للدخل وتوفير أدوات المهن لتأسيس مشاريعها والأخذ بيدها نحو سوق العمل. عبد الفتاح غلاب، عدن. اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامج سمع السعودية للتأهيل السمعي وزراعة القوقعة الأول والثاني للمتضررين من الزلزال في مدينة الريحانية بتركيا من 30 يونيو وحتى 7 يوليو، فقد قام الفريق الطبي التطوعي بإجراء عمليات جراحية متخصصة في زراعة القوقعة لاستعادة السمع وتنظيم جلسات علاجية في التأهيل السمعي، استفاد منها 84 طفلا. وفي ذات السياق اختتم المركز البرنامج التطوعي لتوزيع السلال الغذائية والحقائب على المتضررين من الزلزال في تركيا. انتهت نشرتنا، وهذا تذكر بأبرز ما جاء فيها. الهيئة السعودية للملكية الفكرية تحدد ضوابط تسجيل اسم مكة المكرمة والمدينة المنورة والحرمين كعلامة تجارية. المملكة تستضيف النسخة الأولى من دورة الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية. الرياض تحتضن السوبر الإفريقي بين فريقي الأهلي والزمالك في سبتمبر المقبل. شكرا لكم، تصبحون على خير.